ده منايا من كم سنين، ومنى ناس كتير جدا يعني في السودان انا عارفه. بس يعني كل حاجه لها وقتها، فظاهر انه خلاص الوقت جه. دي رد فعلي دي، يعني انا بجد مبسوطه، بس في نفس الوقت في خوف يعني انه بيحصل شنو، بيحصل ايه يعني. بس انا اتمنى انه ما تاخد كتير، ما من صالحهم الانغاز نفسهم، ما من صالحهم انها تاخد كتير وانه يعقد المسائل. طلعت 2000، انا نفسي ابطل اغنيها بقى والله بجد نفسي ابطل، لانه هي لغايه دلوقتي هي يعني بيقولوا ايه بجد يعني. بس انا اتمنى انه الوضع يتغير، يعني حكم العسكر عاوز انا اقول لك ايه، ما يصحش وبس، ما يصحش يعني. هم العسكر مش للحكم، العسكر للحماية. يا سلام.